احنا في اول حلقتنا النهارده كان عندنا سؤال وتوجهنا بيه لكل المشاهدين، سؤال السوشيال ميديا وتوقعات الجماهير لمباراه الاياب هتكون عامله ازاي. وطبعا كالعاده جات لنا يعني العشرات ان ما كانش المئات من شوف بقى الارقام الحلوه بقى. البدايه مع يسري عبده. يسري واضح ان هو شخص وقته ضيق جدا، خدت بالك كده من اللي هو قال لك ان شاء الله الفوز الاهلي 3-1 وكمان فوز كايزر 2-1 وفوز الاهلي في النهائي 4-1 لاني مش هبقى فاضي لما تسالوا عن توقعات النهائي. ما تكلمش على البطوله، ما تكلمش على البطوله الجايه. وبعدين يعني قال لك على طول. محمود جابر بيقول يا صباح الاهلي، صباح قناه الاهلي، ان شاء الله 3-0 للنادي الاهلي وصباحكم جميل. هشام محمد 2-1 للاهلي. توب فان اشرقت انوار محمد، مش ان شاء الله المكسب 4-1 دي اشرقت. طب معقوله مش حلوين؟ اشمعنى 4-1 يعني؟ اشمعنى 4-1 يا ريت. اسماعيل سيد دياب بيقول الاهلي هيكسب ان شاء الله 2-0 وصباح المانجا عليكم. حلوه صباح المانجا، حلوه صباح المانجا جدا جدا. ما عدت يعني، ما حصل، ما كانش فيها نصيب الفتره دي. شنوده صامد بيقول 3-1 للاهلي باذن الله. لا اذا الاربعه مقرره برده. كابتن حشيش احمد رضا 4-1 للاهلي والعشرة يا اهلي. يا رب والله دي تبقى حاجه. طبعا طبعا فرج، بس ملوش لازمه الواحد يا اربعه بقى، هو بيقول عشان ياخد العين. ياخد العين فرج لملوم. فوز الاهلي ان شاء الله 3-0. احمد محمود 3-0 للاهلي. وام محمد هاني بتقول فوز الاهلي ان شاء الله من غير ما تقول لنا نتيجه. محمد حسبه 2-0 للاهلي. عصام عبد الفتاح 3-1 للنادي الاهلي. محمود الصافي صباح العسل، كلمتك دي عليكم وعلى كل جماهير النادي الاهلي والعشره في الجزيره ان شاء الله، بس ما قلناش كام. محمود عوض صباح الخير ان شاء الله 2-0 للاهلي. عبدو راضي 2-1 للاهلي، واللي هيحرز الاهداف كمان قال انه شريف وديانج كمان. عبد الله ابو محمود صباح الورد على قمر 14 قناه النادي الاهلي. اكيد يقصدني بالكلام ده، اكيد بيتكلم عني. والجند البنك ربنا يخليك يا عبد الله. وبيقول ان شاء الله النتيجه هتكون 3-0 للنادي الاهلي. حسن عامر بيقول فوز الاهلي 2-0 ومحمد ابراهيم 3-1 للنادي الاهلي. علي فرغالي ان شاء الله الفوز الاهلي والتتويج باللقب. احمد الايه الحليسي الاهلي الاهلي 3-0. وهنا برضو حدد شريف هدفين، صلاح محسن هدف. السيد احمد ان شاء الله الاهلي يكسب. ومعاذ الهارون يقول 2-1 للنادي الاهلي. احمد ياسر خلف 2-0 للنادي الاهلي. وحسام بكر 3-0 للنادي الاهلي ان شاء الله. هي 3 اللي واخده 3 عامله 3. وحتى في اللي جاي شعبان صابر 3-0 للاهلي. احمد اسامه 2-0. معلول والشحات دي جديدة. وحسام صلاح 3-0 للأهلي برضه. محمود طالب بيقول 3-0 للنادي الأهلي. ومحمود علي 2-0 للأهلي. عبد الرحمن السيد 2-0 للأهلي. هنا في برضه حاجات كومن. وصالح الميزيني الأهلي برضه 2-0. وعادل المسلمي بيقول العشرة ممكن وإن شاء الله 3-1 للنادي الأهلي. وشريف هيجيب هدفين وطاهر هيجيب جول. وأحمد بيقول 3-0 للنادي الأهلي إن شاء الله. أحمد ماهر إن شاء الله الأهلي هيكسب ويوصل للنهائي ويجيب العشرة في الجزيرة يا أهلي. طيب بس ما قالش كام. اسلام سعدون 2-1. ما بنخرجش بره 2 و3. 4 دي كانت. احمد السيد فوز الاهلي 2-0 ان شاء الله. عبد الباسط برضه استاذ حشيش بيقول 3-1 للاهلي. 3-1. احمد عوض شريف وصلاح. احمد عوض شريف ان شاء الله الاهلي يكسب وكلنا ثقه في اللعيبه الرجاله ويفرحونا ويفرحوا شعب الاهلي في جميع انحاء العالم. مصراوي برضه يا كابتن حشيش 3-0 ومصطفى طه 2-0. وابو سيف محمد زكي بيقول صباح الخير عليكم ان شاء الله فوز الاهلي 2-0 ويا رب يكون في اكتر من كده. بس مش مهم النتيجه، المهم الصعود للنهائي